بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معكم جديد، معكم أخوكم حداق صياد حميد أشتب إسماعيل. اليوم التاريخ 2/8/2023، اليوم يوم الأربعاء. اليوم أنا وصديقي الحداق الصياد الألماني كاستن نبي نطلع حداق. كاستن زاق هلو هلو هلو. اليوم طلعتنا راح يكون بالطراد إن شاء الله، أنا وكاستن. Let's go fishing. Yeah, fishing, genau. Und was ist unser Target, unser Ziel? Fish? Kasten? Viele Barsche. Lots of bass. Kein Hecht? Wenn einer kommt, sage ich nicht nein. Genau. اليوم إن شاء الله يعني راح يكون التارجت مالنا سمكة نفس الشعري كذي، عندهم نفس الشعري ونفس الدويلمي بعد. هنشوف إن شاء الله شنو راح نصيد، شنو الرزقة. طبعا احنا في نادي الصيادين، هذا النادي طبعا الطراريد هناك، طرادنا هناك على الأسكلة. وإن شاء الله دعواتكم هذا المكان. طبعا احنا في برلين، عاصمة ألمانيا، برلين عاصمة ألمانيا، وفي بحيرة تيجل اللي عرفها. هاي الأحداثيات، نعطيكم الأحداثيات. طبعا اليوم هوا شوي، يعني ان شاء الله يحالفنا الحظ ان شاء الله. طبعا هذا النادي نادي الصيد، احنا هني في نادي الصيد. هذا طراد قاعد يشتغلون فيه. ان شاء الله نقول صيد وفير. وتحياتي، أخوكم الصياد الحداق حميد دشتي إسماعيل، مع السلامة.